رحل الموسيقار السوداني محمد عثمان وردي، فأدمعت الأشجار أوراقها وانفطرت الأرض من حزنها لتحتضن الجسد. قبر قد لا يختلف عن غيره من جهة الشكل، لكنه بالنسبة لقابريه مكان يستوجب سكب العرق. أخوي يا ودي يا أخوي يا أخوي. إنه السودان بكل ألوانه يمشي بخطوات الحزن على طريق القدر المحتوم نحو النهايات الحزينة، يعلو هاماتهم جثمان الراحل محمد وردي. دفنا كل العرب وكل الأفارقة، وقبل ما يكون فنان هو إنسان، وهو إنسان وفنان وموقف. في وداع الراحل لمثواه الأخير تغيب الصفات وينفرط عقد البروتوكول، فيلتحم الرئيس والمرؤوس لأن الميت سيد الجميع بفنه. محمد وردي غنى لهذا الوطن الكلمة الجميلة والكلمة الوطنية، وكان يحمل هموم أمته. الحزن ليس على صوت أسكته الموت، لأن ذاكرة الشعب السوداني تحفظ للموسيقار وردي ما لا يحصى أو يعد من الأعمال الفنية، لكنه حزن على إنسان شكل وجدان الشعب السوداني. ورد الحرية، ورد الحرية، ورد الحرية، ورد الحرية. قد رحل محمد، ولكن تظل أغنياته وإبداعاته بيننا على مدى السنوات. اليوم كل السودان حزين على انتقال الأستاذ القامة محمد وردي. وردي يعني هو إهرام من إهرامات السودان وعلم من أعلام السودان. محمد وردي حالة فنية تجاوزت حدود السودان حتى لقب بفنان أفريقيا، فنان تظهر بعض أعماله انحيازه الواضح لدعاة التغيير. في مناطق النوبة أقصى شمالي السودان ولد محمد عثمان وردي. 80 عاما عاشها الراحل، كان خلالها صوت الشعب المنتفض في أكتوبر عام 64، وتغنى خلالها بأغنيات مثلت شكلا جديدا من أشكال كتابة التاريخ السوداني قديمه وجديده. أبو بكر أحمد لبرنامج اليوم على الحرة، الخرطوم.